مكان يعمه الصمت وتدروه الرياح شمالا وجنوبا، أصبح اليوم واحة خضراء تسر الناظرين. بعد أن أشرقت عليه شمس الولاء، فصار يحمل في طياته ثمرة تعد الأساس في المائدة العراقية، ألا وهي البطاطا، فيجنى محصولها بطرق فنية وبتقنية حديثة لينعش بها الأسواق المحلية. مشروع الفردوس مشروع تابع للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، وأقيم على أرض مساحتها 1183 دونم مملوكة للعتبة العباسية المقدسة. وكانت رؤيتنا في إقامة مثل هكذا مشاريع حقيقة عدة أهداف لها، يعني واحدة من أهم الأهداف هي مكافحة التصحر وتحسين البيئة، تشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى الهدف الرئيسي الأهم وهو تحقيق الأمن الغذائي. مشروع الفردوس الزراعي التابع لشركة اللواء في العتبة العباسية المقدسة، الذي يعد الأول من نوعه في العراق لما يتصف به من مساحات واسعة وطرق حديثة للسقي متمثلة بمرشات محورية كبيرة، إضافة إلى طرق وآليات التسميد المتبعة من قبل خبراء شركة خير الجود. اليوم احنا بمزرعة الفردوس الزراعي طبقنا نموذج لأول مرة يطبق بالمزارع الأخرى، اللي هو نموذج الاستخدام المتنوع اللي تشرف عليه شركة الجود الزراعية. هنا عندنا موجود الأصناف اللي قاعد تلاحظون اليوم المنتج، الحمد لله والشكر باشرنا بتسويقه للأسواق المحلية وبعض المعامل الموجودة عندنا. دعم المشاريع الصناعية في العراق كان الهدف الأساس من إنشاء هذا المشروع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على ظاهرة التصحر في كربلاء، لتستثمر هذه الأراضي الشاسعة بالمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من المحاصيل الزراعية.